انا كنت بتكلم على ده يا احمد في البدايه، وتاكيدا على كلام بلال، انه علاقه دايما بين اللعيب وبين الجمهور مش بس كوره، يعني مش بس فكره ارقام، ومش بس فكره. وعلي الحقيقه مميز في الحته دي طبعا بصراحه، يعني انا كنت بقول عليه واحد من ان لم يكن افضلهم فهو واحد من افضل اللعيبه المحترفه اللي المحترفين. جت في تاريخ الكره المصريه مش بس الاهلي، هاي. لكن قصه العلاقه بين اللاعب والجمهور مش بس ارقام، في انتماء وتضحيات. بالظبط كده، يعني احساس الجمهور بانه اللاعب ده مخلص منتمي مرتبط بالمكان بشكل حقيقي، مش تمثيل، مش قدام هاي. الكاميرا وفي الغرف المغلقه حاجه تانية، صح. ما فيهوش نقاش. العلاقه دي بين الطرفين مش ممكن ابدا تبقى مصطنعه، مش ممكن تبقى فيك، مش ممكن تبقى مزيفه. دي حقيقة، دي حقيقة يا أحمد، وأتفق معاك جدا. علي معلول واحد من النجوم اللي صنع التاريخ الكبير في النادي الأهلي، وعايز أقول لك بمناسبة علي معلول إن علي معلول فاضل له هدفين ويوصل لأعلى لاعب عمل مساهمات في تاريخ النادي الأهلي، هو كابتن مصطفى عبده ب 86 هدف، وعلي معلول 84 هدف عمل مشاركات للأهداف في تاريخ النادي الأهلي، فده رقم أعتقد ما اتحققش من فراغ. يعني قلت بمناسبة الأرقام، فهو الأرقام يعني ده نتيجة للاعب كبير جدا. النادي الأهلي من 8 سنين اتعاقد معاه، اعتقد عمل تاريخ كبير جدا جدا جدا، وعمل حاله ما بينه وبين الجمهور. دايما فكره شرط الكابتنه من فتره كبيره جدا تحس ان الجمهور مستنيها لعلي معلول، عايز يكافئه على المجهود الكبير وعلى ايوه، انا قلت التضحيات. يعني مش بس اللي في الاستاد، يعني انا واثق تماما انه جزء كبير جدا من بالظبط اللي بيتفرجوا قدام مستني التلفزيون اللحظه دي من بدري، يعني بسط، يعني حاسس انه هو حدث في وسط تكريم، الماتش، كانها انه تكريم لمجهود يعني كبير. انا بسطت لعلي جدا، واللحظه دي بالنسبه لي كانه عارف انت بتفرح لما بيجي جون. انا فرحت لما شارة الكابتن مظبوط. اتنقلت لعلي معلول، حسيت انه علي وبعدين يستحقها. خد شارة الكابتن وراح لعب الركنيه، عمل اسيست على طول، فانا حتى كافي على طول. يعني اول ما ارتدى شارة الكابتن عمل الاسيست. وفي لقطه كمان يعني من علي معلول لما جت ضربه الجزاء، هو يعني كان بيتكلم مع حديث ما بينه وما بين مارسيل كولر، وقال له طبعا هو المسدد الاول لركلات الجزاء هو علي معلول، فهو باين حاله الحب الكبيره جدا، طلب ان كهربا طلب ان كهربا هو اللي يسدد ركله الجزاء، فده يبين قيمه لاعب كبير وقائد. صفات القائد دي مش سهله. فعلي معلول من وقت ما هو موجود في النادي الاهلي وعنده شخصيه النادي الاهلي، لايق على النادي الاهلي. السؤال هنا بقى باختصار شديد جدا، ليه الجمهور حب علي جدا؟ يعني ليه الحاله دي؟ يعني طبعا في نجوم كتير جم احترفوا في النادي الاهلي وما بننساهمش وارتبطنا بيهم، لكن بشوف انه علي ستيل لسه حاله خاصه، يعني ما ينفعش تقارنه باي حد تاني. ليه؟ لان في كل المواقف اللي اتحط فيها علي معلول كانت صعبه، هو اختار النادي الاهلي دايما، ودايما موجود وبيحب النادي الاهلي في كل المواقف المهمه جدا اللي بتبين الحب اللي انت قلت عليه مش مصطنع، والحب اللي هو دايما تلاقيه يعني ممكن يبقى داخل اوضه اللبس وعلى قدام الجماهير وقدام السوشيال ميديا، لكن حب علي معلول النادي الاهلي واضح جدا، وانتمائه الكبير تحس ان هو احيانا كتير ناس تقول ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، يعني ده باين جدا في فرحته الكبيره جدا في البطولات، ودايما حزنه لما النادي الاهلي بيخسر، فتحس ان هو واحد من ابناء النادي الاهلي بالفعل. فدي من ضمن الحاجات اللي بشوفها مهمه جدا ان علي معلول قدر يزرعها داخل جمهور النادي الاهلي وداخل كل الاجهزه الفنيه اللي هو اتدرب معاها وداخل مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا انا بتهيألي انه برضو هي رساله الحقيقه اللي جاي في الاهلي، يعني سواء كان محترف من بره او سواء كان من ولاد النادي او حتى لاعب محترف من الدوري المصري، يعني اكيد بما انك دخلت النادي الاهلي فاكيد هو بوابه للشهره وبوابه لتحقيق او كتابه تاريخ سواء مع المنتخب او مع ناديك، بوابه لتحقيق بطولات، لكن تظل فكره العلاقه بجمهور النادي الاهلي دي واحده من الحاجات اللي صعبه جدا تحقق. مش هبالغ لو قلت في اي نادي على يعني انديه قليله جدا اللي ممكن تلاقي العلاقه الكبيره جدا مع جماهيريه وشعبيه طاغيه كده زي النادي الاهلي يا بلال. يعني يمكن احمد دايما في حديثك حتى مع اللاعبين الكبار او اساطير النادي الاهلي دايما يتكلموا معاك عن اهم المكتسبات اللي خدوها من ارتباطهم وعلاقتهم بالنادي الاهلي، دايما هو حب الجمهور، ارتباط الجمهور بيهم حتى بعد سنوات الاعتزال لما بيشوفوهم في اي مكان، في الشارع، في المولات، في اي مكان، حفاوه الجمهور بلاعيبه النادي الاهلي اللي هي كان عندها ارتباط حقيقي مع النادي ومع الجمهور والاخلاص. حط لي بين قوسين كده يعني ارتباط حقيقي. يعني يا احمد زي ما قال احمد مصطفى يعني لما كل يعني موقف اتحطوا فيه كان ينفع يختاروا حد غير الاهلي اختاروا الاهلي بدون تفكير وبدون تردد، وده يمكن حصل مع لاعبين
كثيرين جدا على مدار سنوات التاريخ. يمكن فاكرين كابتن الخطيب لما ذكر موضوع احتراف محمد ابو تريكه في وقت كان رفض الاحتراف في الخليج وقتها صعب جدا، ولكن ابو تريكه اختار النادي الاهلي وبقى في النادي الاهلي، لذلك هتلاقي ارتباط كبير مع جمهور النادي الاهلي. علي معلول وقت ما كان الاغراءات الماديه، وانت فاكر الحاله اللي حصلت، الخطيب نفسه على فكره جاله عرض احتراف في مونشن جلادباخ وحكى فترات بالظبط، عشان كده هتلاقي دايما الاساطير دايما مرتبطه بمواقف تاريخيه مع الجمهور. الجمهور يحب احمد اللاعب اللي يفضل ناديه، ممكن يكون اللاعب عنده حق مشروع بالمناسبه في الاحتراف مفهوم طبعا هو يغير الكارير مش ضد ده بالظبط، يعني ولكن انا كجمهور نادي اهلي انا اللي هحبه اكتر واللي هختار ان انا افضل على علاقه قويه بيه ادعمه وقت ما مستواي يقل وافضل دايما افتكره وافضل هو اللاعب اللي اختارني انا. ممكن اكون الدوري المصري مش اقوى من الدوريات الاوروبيه، ولكن هو اختار النادي الاهلي. فعلي معلول احد الاساطير اللي دايما بعد حتى ما يبطل هيتقال ان ده جيل علي معلول، فدي انا بشوفها اكبر تكريم للاعب مسيرته استحقت ان هي تكون عظيمه مع نادي عظيم. طبعا هو اختار النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر كمان يطلع كل الحاجات او الصفات اللي تقدر تعبر عنها في الملعب. علي معلول عنده نفس صفاته ونفس جينات اللاعب الاهلاوي اللي هو مخلص دايما للنادي، دايما في المباريات الكبيره دايما تلاقيه حاضر على مستوى الارقام، هيصل زي ما احمد كان بيتكلم ان هو هيبقى رقم واحد في تاريخ المساهمات، فكل دي حاجات مش سهله علشان الجمهور يقدر ينساها. صحيح.